اهلا وسهلا حياك الله تفضلي. هلا اسعدتينا تفضلي حياك الله نورتينا. الله يخليك. شو راح نسمع اغنيه بصوتك الجميل؟ نسمع اغنيه تونسيه. تونسيه؟ ما راح خلاص يلا دام انت بديتي بالتونسيه. بالعكس الاغنيه التونسيه جميله ومسموعه دام انت تبغيني اكيد نسمع. يلا نسمع اغنيه من اغاني التونسيه. نسمع. شفتو شيخ خديجة يا المحفل، شفتو شيخ خديجة، وشفتو شيخ خديجة سمح المضحك والتفليجة يا المحفل. صحيح ممكن احنا كذلك كفنانين تعودنا على الاغاني، يعني لما تربينا في البداية تعودنا على الاغاني الطربية وعلى المدارس القديمة الجميلة. هي بيت الأسرار. بيت الأسرار حلوة. بيت الشهرة. شوفي لي هالصورة بلا ملامح. صحيح. بتعرفي انه انك خوفتني مبالغة بالمثالية. انا كنت مش ناضجة وكنت شايفة حالي كتير. هلأ مين عم ينتج لك؟ وحدي والله. شو بتفرقي انت؟ يعني كتير فنانين بيروحوا بيمضوا. قلت لك انا شخصية صعبة. شو صعب فيك؟ يعني مودي جدا وبعرف انه انا يعني خلقت فنانة. انا شخصية متصالحة مع نفسها، يعني اذا غلطت بقول غلط، إذا نتيجة أغنية مش مقنعة بقولوا هاي الأغنية مش مقنعة وياريتني ما عملتها. سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين تناديك. سنتين وأنا حايل فيك دموع العين تناديك. Every step of the way. إذا بدك تقدمي بهيك برنامج وهوات برا الوطن العربي معناته وين رح تغني؟ بدولة أجنبية. مثل الدارج هلا كل واحد بيغني جملتين برا بأي برنامج بيقول لك أنا عالمي. هاد كلا صغير ترر، هاد كلا صغير بدري عليك الهوى، يا جرح ما له دواء يهد قلبي صغير. وش عاد قلبك بحر المحبة غزير ترر، بحر المحبة